ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا من اسطنبول مراسل الغد مصطفى القطان. مصطفى، لو توضح ما ينظر إليه المحللون والاقتصاديون لديكم في تركيا بعد أولى جلسات الأسبوع حول تداعيات قرار تغيير محافظ البنك المركزي على العملة المحلية التركية. يعني بالتأكيد هنا الكثير من الخبراء الاقتصاديين يدركون جيدا حساسية السوق التركية في هذا الوقت بالتحديد وتأثرها بأي تغييرات على المستوى السياسة الداخلية وحتى على مستوى السياسة الخارجية، وبالتالي قرار مهم مثل إقالة محافظ البنك المركزي التركي قبل عام من انتهاء مهمته الرسمية سوف يؤثر بشكل كبير على الأسواق التركية، وهذا ما انعكس بشكل واضح اليوم في البورصة التركية وسوق الأوراق المالية وانخفاض أيضا للليرة التركية بنسبة 2% بعد أن شهدت تحسنا خلال الشهرين الماضيين شهر يونيو ومايو بشكل طفيف بعد طبعا أيضا التغيرات السياسية هنا في تركيا وربما فوز المعارضة برئاسة بلدية اسطنبول، بالتالي هذه النتيجة كانت متوقعة ومن المتوقع أيضا أن تستمر هذه الحالة في طبعا في خسارة الليرة التركية لنسبتها وكذلك أيضا من قيمتها باعتبار أن السياسة المتوقعة أن يتبعها البنك المركزي في الفترة المقبلة هي سياسة تخفيض نسب الفائدة. هذه المسألة المهمة التي تعد مسألة خلافية كبيرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين العديد من رؤساء ومحافظي البنك المركزي التركي الذين أصروا على الحفاظ على نسبة فائدة عالية تساهم بجذب المستثمرين الأجانب وتدفق العملة الأجنبية على تركيا مما يساعد في دعم الليرة التركية والحفاظ على ثباتية قيمتها على عكس ما يحاول الرئيس التركي الآن تطبيقه من خفض نسبة الفائدة باعتبار أن ما يراه الرئيس التركي وما يفسره بأن نسب فائدة عالية سوف تؤثر إلى زيادة سوف تؤدي إلى زيادة طبعا نسبة التضخم وبالتالي عرقلة النمو في الاقتصاد التركي وما سوف يؤدي إلى شلل كبير في السوق التركي. مصطفى، ما يتضح من خلال مسار أداء الليرة على مدى أكثر من عام هناك تراجع وواضح جدا أن هناك دعم واضح، يعني كان أكثر من 45 مليار ليرة من احتياطيات البنك المركزي لدعم الليرة ودعم عجز الموازنة، هل يجعل الوضع مطمئن؟ هل هناك اطمئنان في الأوساط الاقتصادية لديكم أم أن هناك سخط على هذه الإجراءات؟ يعني في البداية طبعا هو قرار سحب 46 مليار ليرة تركية من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، قرار لا يراه الكثيرون بأنه قرار صائب باعتبار أن هذا الأمر سوف يؤثر على الخزين النقدي المالي للبنك المركزي التركي من العملات المحلية من العملة المحلية الليرة التركية، وبالتالي سوف يضر بشكل كبير على قدرة البنك المركزي في معالجة أو مواجهة أزمات اقتصادية تركية قد يشهدها أو قد تشهدها تركيا بالتالي في المرحلة المقبلة. لكن في الجانب الآخر لا يوجد لدى طبعا تركيا أي حل باعتبار أن هنالك عجز كبير في الميزانية التركية تجاوز 225% باعتبار أن هذا العجز جاء بسبب خسارة الليرة التركية الكثير من طبعا من قيمتها مقابل الدولار، وهذا أثر على المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب خصوصا على المستثمرين المحليين الذين لديهم طبعا الكثير من الأموال بالليرة التركية الذين خسروا طبعا بحسب الدراسات ثلث مدخراتهم بسبب التغيرات التي حصلت بالليرة التركية، بالتالي طبعا هنالك قلق في الأوساط التركية من سياسات مستمرة مثل هذه، وهنالك أيضا تطلع لاتخاذ الحكومة التركية إجراءات وسياسات تدعم الليرة التركية وتساهم في استقرار السوق بشكل أكبر. المستثمرون مترقبون لاجتماع بعد غد مصطفى بخصوص سعر الفائدة وما يصدر أو ما سيصدر عن البنك المركزي بشأن تحديد المستويات خفض أو أبقاء على المستويات الراهنة أم رفع أسعار الفائدة، ما تشير إليه التوقعات؟ طبعا تصريحات المحافظ الجديد للبنك المركزي مراد أويصال أكد بأنه سوف يستخدم جميع ما لديه من وسائل وسوف يجري اتصالات على مستوى عالي جدا من أجل الحفاظ على سعر الليرة التركية، وأكد كذلك على استقلالية البنك المركزي ولن يكون متأثرا طبعا بالتغيرات السياسية أو بالقرار السياسي في العاصمة التركية أنقرة إذا ما صحت هذه طبعا التصريحات من قبل محافظ البنك المركزي، فبالتالي لن يقوم البنك المركزي بالتخفيض من نسبة الفائدة باعتبار أن الكثير من خبراء الاقتصاد هنا في تركيا يؤكدون أن الحفاظ على نسبة فائدة عالية سوف تساهم في جذب المستثمرين وطمأنتهم للسوق التركية وبالتالي ضخ عدد أكبر من أو حجم أكبر من الأموال والعملة الأجنبية في الأسواق التركية، وهذا سوف ينعكس بالإيجاب بكل حال من الأحوال على طبعا على التعاملات النقدية في تركيا وكذلك الأسواق المحلية ومستويات التضخم على كل الأحوال. أشكرك جزيل الشكر مراسل الغد مصطفى القطان، كنت معنا من اسطنبول.